استاذ عبد الناصر. السلام عليك يا فندم. سلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم انا هكلم حضرتك على محسن جعفر. اتفضل، حضرتك منين بالظبط ومركز أنا ايه؟ انا من نجع حمادي قريه الجمانه. الجمانه احسن ناس. الله يكرمك. اتفضل. انا كنت كلمت حضرتك على محسن جعفر مع الاستاذ عبد الله الشافعي من كام شهر كده على الصفه الجديده. ايوه. وتواصلت مع حضرتك ومع معد البرنامج ورحت شركه السكر واتكلمت مع الاستاذ عبد الله الشافعي رئيس لجنه المعادن السكريه الاسبق. وفعلا تواصلت مع المصنع وزرعت اصناف جديده الاجهزه ثلاثه. تمام. ولله الحمد المحصول جيد وممتاز لحد دلوقتي بالنسبه لمعدل النمو. الحمد لله. 9. الحمد لله. والحمد لله. والبركه طبعا بحضرتك وبرنامج زراعي مباشر. ده دورنا وانا بشكر الدكتور عبد الله الشافعي والشكر موصول في الاول لحضرتك لان انت سمعت المعلومه. اتصلت وجهناك فانت اتحركت وابتديت تشتري الصنف الجديد وتروح المصنع، انت برضو اللي قمت بالدور ده كله، انت زرعت جيزه ثلاثه وشايف ان في فرق عن الاصناف القديمه اللي كنت بتزرعها. ايوه لحد دلوقتي يا فندم في النمو في معدل النمو في فرق. الحمد لله. انما دلوقتي المشكله الحاليه فين؟ ايوه برضه كنت كلمت حضرتك في موضوع السماد، طبعا محصول القصب ده محصول شرس جدا في استهلاك الاسمده. شرس. ما هو الدكتور دلوقتي احمد وضحها يا حاج، يعني هو قال لي والله هو المزارع مباشر يا استاذ سامح، ويمكن يعني معلش معذره ثانيه، يعني هو بيقول على اساس ان 7000 متر مكعب للفدان في السنه، انا خايف اقول لك ما يكفوش ولا حتى. طب اسمعني بس، يعني هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه بس. نعم. زي ما انت يعني استجدت لينا المره اللي فاتت، انا خلي بالك مش متخصص في الزراعه، انا اعلامي، لكن بتكلم بصوتكم دايما وبتعلم معاكم، يعني انا لما بكلم مسؤول انا ببقى عايز اتعلم. احنا وضحنا من خلال ضيوفنا اكتر من مره ان تسويه الارض بالليزر فعلا بتقلل من استهلاك الميه، والدكتور احمد لسه موضح قال لك اروي الارض وبعديها بساعتين ثلاثه لو لقيتها صرفت الميه يبقى انت كده شغال صح. انما انت ممكن تروي الارض يا حاج او تفتح الميه وتروح وترجع اخر النهار تقفلها وتفضل الميه موجوده عندي في الارض يوم واثنين. فدي نقطة الأسمدة الدكتور أحمد نقطة الأسمدة الدكتور أحمد قال لك إيه؟ قال لك لما تكسر القصب ما تتوقفش عن الري علشان لما تيجي تضيف أسمدة بعد كده تجيب نتيجة، إنما أنت لما تتوقف عن الأرض الري والأرض تنشف وتشقق والدكتور أحمد شرحها قال لك أنت هتضيف السماد هيضيع عليك فأنت هتقول مش مكفي. فهي حاجات بسيطة جدا هي اللي تخلينا ننجح. أنا هدي لحضرتك أستاذ عزيز رئيس تحرير البرنامج هيدي لك رقم الدكتور أحمد، كلمه تاني واساله وتابع معاه، واي حاجه تحتاجها كلمه هيرد عليك ومش هيتاخر عنك. معايا تليفون يا فندم مش هتاخر. استاذ عزيز هيدولك دلوقتي حالا حالا هيدولك. بشكرك.